هناك قد صلى الرسول أو سار يبتغي الوصول أماكن سمت به كأنها فيض السيول. ورد في الحديث: من خرج إلى المسجد فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، إنه، وفي رواية: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له. المدينة المنورة كلها من حيث الأماكن التي تردد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مشى فيها أو قعد أو صلى أو جلس أو حيث توضأ، أو الآبار التي انتقل وتنقل بينها، بل حتى هواء المدينة والقبة الخضراء وقبر النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد النبوي والروضة الشريفة والحجرة النبوية، كل ذلك بركة. الرسول كله بركة بدون استثناء. هواء المدينة نعمة وبركة، تربة المدينة نعمة وبركة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وما مس جسده الشريف وجسده الشريف كله بركة بلا استثناء. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم وازدادوا حبا وشوقا إليه، وأكثروا من التعلق به والعمل بشريعته، لتكونوا معه يوم القيامة إن شاء الله تعالى.